انا كان ليا الشرف اني شاركت بالبوم اوريجين او الاصل مع الفنانة العالمية إليز ليبك. و الالبوم الحمد لله يعني حصل على جائزة الجلوبال ميوزك اوورد ومرشح حاليا للجرامي وحصل على افضل البوم عام 2017. وان شاء الله على نتاج هذا العمل نحن الان بصدد مشروع البوم اخر هتيجي الفنانه ليز من امريكا هنا مصر، وان شاء الله يعني بصدد المشاركه معي مره اخرى في البوم اخر. البوم عالمي جديد هيصدر في مصر ودي لا هيسجل ويعني يعني هيتالف ويسجل ويتعمل هنا في مصر ويصور في مصر اصلا. انا شايف دي من نوع الدعايه سواء تحسين طبعا الاسلام والثقافه والحضاره المصريه واعتراف من العالم كله بالحضارة والثقافة المصرية.